مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا، لقاء خاص على كنار تي في، صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، اليوم اتحدث معكم من العاصمه الكنديه اوتاوا. في هذا البرنامج عملنا زاويه على الوطن العربي، نتحدث فيها ونلتقي فيها شباب وشابات مبدعات من وطننا العربي الغالي. طبعا هذه الزاوية كما قلت في كل مرة وأقولها بكل فخر أنها تعلمني الكثير. أنا شخصيا جمال الشريف أتعلم من هؤلاء الشباب والشابات الصبر والقوة والإرادة والعطاء والعلم والثقافة، أتعلم منهم الكثير. في كل حلقة من الحلقات قد تدمع العين ويرق القلب، ليس حزنا بل فرحا لما يعطوه ويقدموه، حبا وتوقا لرؤياهم ومعرفة أماكن الإبداعات التي يبدعون بها. اليوم لقاؤنا سيكون متميزا أيضا، أنا لا أعرف ماذا فيه، فأنا وأنتم مستمرون ومنتظرون لنعرف المزيد عن هذه الملكة، ملكة الشعر الفلسطيني، ملكة الأرض والسماء، ملكة فلسطين وشعرها من النهر إلى البحر. إنها ملك سعيد ولدو من غزة. أهلا وسهلا فيك يا ملك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا ملك؟ الحمد لله تمام. تمام. ممتاز الحمد لله. احكينا يا ملك عن حالك، قديش عمرك أنت يا ملك؟ أنا الشاعرة الصاعدة ملك سعيد محمد ولود، أبلغ من العمر 13 عاماً. حلمي أن أكون دكتورة قلب لأعالج شعبي فلسطين. دكتورة قلب، ممتاز. هنحكي عن دكتورة القلب من بعد. عمرك 13 سنة، في أي صف معناها؟ أنا في الصف الثامن. ثامن، إيش اسم المدرسة؟ مدرسة الربيع الثانوية للبنات. ما شاء الله، شاطرة في المدرسة ولا يعني؟ لا، شاطرة في المدرسة. طيب، كثير بدك تطلعي طبيبة قلب، لماذا؟ لماذا طبيبة قلب؟ أنا من وأنا صغير وأنا بحب هاي الشغلات، إني يعني أكون طبيبة، من زمان وأنا نفسي بهذا الإشي. يعني خلص من التجارب، من روحتي على المستشفى، حسيت إنه هيك إني خلص إني لازم أصير دكتورة. إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله. إن شاء الله. عن عيلتك، عيلتك ملك، كم أخ وأخت إلك في العيلة؟ كم أخ وأخت لك؟ لدي 4 إخوة وأخت. أربع إخوة وأخت، وأنت في المنتصف ولا في الأول ولا في الأخير؟ لا، في المنتصف. ممتاز، أحسن إشي، بريح راسه اللي في النص. أوكي، اللي فوق بكون مضغوط وعليه ضب ضب ضب، واللي تحت بكون مدلع كتير ومايص، أحسن واحد اللي في النص. اللي في الوسط. أيوة، اللي في الوسط. طيب بلغيني، أنت من غزة، من أي مكان، من أي مدينة؟ أنا من غزة، منطقة بيت لاهية. بيت لاهية، احكي لي عن بيت لاهية شوية، شو فيها بيت لاهية؟ إشي مميز، بحر، جبل، مزارع، إيش بتفيها؟ بيت لاهية بتتميز بوجود أهلها وكرم أهلها وبعطاء أهلها. بيت لاهية سميت بيت لاهية لأنها كانت حديقة جميلة فيها في الأماكن والتنزه واللهو. الأماكن والتنزه واللهو. واو واو، طبعاً الآن اختلف الموضوع، بطل في أماكن كثير للتنزه، صحيح؟ الآن بقول اختلف الوضع ولا زي لسه في أماكن للتنزه في بيت لاهية؟ في بعض الأماكن للتنزه. طيب يا ملك، احكي لي كيف بدت هواية الشعر معك؟ بدأت هواية الشعر معي عن طريق، وأنا في أحد الأيام قامت المديرة بتكريم
قامت المديرة بتكريم أحد الزميلات تذيعا لموهبتها الشعرية، فتحدثت لها عن حبي ورغبتي في إلقاء الشعر، فألقيت لها بعض العبارات من الشاعر محمود درويش، أعجبت بإلقائي وتحدثت لي عن على طريق لتنمية موهبتي. ما هو الفريق؟ شو اسم الفريق هذا؟ صنف الإبداع. احكي لنا شوي عن هذا الفريق، كيف ساعدوكي؟ ساعدوني في تنمية موهبتي، كانوا ينادوني أشارك في أمسيات. شاركتي في كم أمسية تقريبا؟ شاركت تقريبا في 3 أمسيات. طيب، أول قصيدة ألقيتيها بتتذكريها؟ نعم، أول قصيدة. نعم بتذكرها، الطوفان. طيب تحكي لنا إياها؟ نعم، يلا. أنا طفلة تأبى النسيان، أنا السائلة العائدة من عمق الأحزان، تلهب صدري النيران، أنا الطوفان، الجمر ثواري والعزم قراري، منذ نعومة إدباري أحمل هما لا هم صغار أعياني، قهر أعياني من جبن العربان، كفاكم عصيان، الرجف يشبع من ظهري، يهوى جوعي يعتق همي، من لحمي يربو الخوان، من يسمعني؟ من يسعدني؟ من يحيي فينا الإنسان؟ من يسعفني ومحيطي ومحيط الدار في غير أمان؟ أسمع أنات الأسرى وقضبان الأسر تسعيه، يجوع لأجل كرامته ليكسر أنف السجان، فسحقا سحقا للخذلان، تغرس عرقي في كل مكان، وأسقيه دمي ليثبت عهدا لأسود قهر الأزمان، في عهد كان يجمعنا ويحمينا من زمر القطعان، أنا الغضبان وشهيد العنوان، تلهب صدري النيران، حذاري غضب شعلة إصراري، سخط يكمن في ناري، وعف حجاري حميم آن، هذا وريد نابض حبا وحنان، سيأتي يوما أفجره بركان، بحممي أسحق مغتصبي وحصونا مصطنعة، وبحد السيف أقطع حبل كل جبان، وأرفع علما فوق قباب القدس من لحمي منسوجا مصبوغا بدمي، لتحيا حرا يا وطني رغما عن أنف الطغيان، لتحيا حرا يا وطني رغما عن أنف الطغيان. برافو برافو برافو، ألهبت فينا المشاعر هيك. طب مين وقف معاكي خلال مسيرتك الفنية هاي؟ طبعا أهلي كانوا، أهلي أول من وقفوا معي، كانوا يشجعوني على إني ألقي الشعر، وطبعا بشكر مركز قمة الإبداع جميعا، الأستاذ أحمد البسيوني ومحسن شاهين فهد كفارنا، وطبعا مش حنسى إبراهيم مطر. ما شاء الله، الله يعطيهم العافية. المدرسة ساعدتك ولا لا؟ نعم، المدرسة قامت بمساعدتي، كنت أشارك في كثير من الإذاعات المدرسية اللي كانت تحدث. طبعا احنا بنوجه تحية وشكر إجلال لكل من ساعد ملك ويساعد أطفال مثل ملك في الوطن العربي لتنمية مهاراتهم وإظهارها للمجتمع، ونحن هنا في قناة تي في نأخذ على عاتقنا كل ما نستطيع لمساعدتهم وإظهارهم. شاعرة فلسطين، يا أجمل شاعرة، هل كانت هناك صعوبات خلال مسيرتك في هذا الشعر؟ نعم، كانت صعوبات تحدث لي. مثال، يعني نعم، مثال، في مسابقة في مصر، هل تقدري تطلعي بكل سهولة على مصر تشاركي في المسابقة؟ طبعا لا بقدرش بسبب الحصار على قطاع غزة المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طيب بدك تروحي على الضفة؟ إيه، ما بروح على الضفة، لا بسبب الحصار. برضو صعب.
الله يعينكم، الله يعينكم. طيب كنت ملك، أنا كنت أتمنى ذلك. إن شاء الله بنوجه رسالة للوزارات في الضفة الغربية إنه يحاولوا إنهم يدعموا الشعراء والمتفوقين والمتألقين في قطاع غزة، ويحاولوا ينسقوا لهم مثلا رحلة إلى زيارة القدس وبيت لحم. إن شاء الله بيستطيعوا يسووا ذلك، احنا بنتمنى انه يسمعوا صوتنا اليوم. إن شاء الله. هل انت تلقي الشعر فقط ولا تكتبي بعض الشعر؟ كتبت شعر، كتبتي، كنت بكتب شعر واحد. سمعينا حاجة من اللي كتبتيها. تمام. يلا. قصيدتي بعنوان يا زهرة المدان، يا قدس يا جميلتي، يا قدس يا حبيبتي، يا قدس كثير من الفقهاء والعلماء يقدسونك على مر السنين، وأنا أعرف من تكونين، أنت من حاربت بقوة، أنت من قتل أحباؤك، أنت من سلب حقك، أنا طفلة فلسطينية لا أعرف في السياسة شيئا، لكن يقولون أن الاحتلال رمز السلام، أين السلام؟ أفي المعاناة والألم؟ الحزن والصراخ واليأس، القتل والتشريد والهدم والأسر والعدم، نحن أطفال فلسطين يا للعجب، صابرون وثابتون، وللحق لن نخذل ولن نذل، أديارنا هدمت، آباؤنا عدموا، وتقولون أن الاحتلال رمز السلام، كلا فورب العزة، لو ترون الحجر، الطير والشجر، يبكون من كثرة الألم، على شهدائنا الأبطال، على أسرانا البواسل، يا قدس لا تحزني، وراؤك أبطال لا يعرفون معنى اليأس والهزيمة، بل يعرفون معنى النصر والأمل. ممتاز ممتاز، يعطيك العافية. طبعا من أشهر شعراء فلسطين محمود درويش، وأتوقع أنه أثر فيك. هل قرأت لمحمود درويش؟ نعم، قرأت لمحمود درويش. لماذا قرأت؟ ليش محمود درويش؟ لأنه شعر كثير حلو، هل ومن أهم تحفظي؟ ضوابط سجل أنا عربي. بدي أحكي مقطع منها. يلا. سجل أنا عربي، سجل أنا عربية، ورقم بطاقتي 50,000، وأطفالي 8، وتاسعهم سيأتي بعد الصيف، فهل تغضب؟ فهل تغضب؟ الله الله. طيب ليش محمود درويش أثر فيك؟ لماذا؟ يعني في شعراء كثيرين، لماذا محمود درويش؟ لأنه أفضل شاعر، صوته كثير حلو، يعني لما بسمع له أنا لما بسمع له أنا بروح معه، ما وين ما بيروح أنا بروح، فكره بلا بعيد، وين ما بروح أنا بروح. فضلته أكثر شاعر بفضل. ممتاز. بدي أعطيكي بعض الكلمات وتقولي لي إيش بيعني لك هاي الكلمات. مثلا فلسطين، ماذا تعني لك فلسطين؟ فلسطين عاصمة القدس. عاصمتها القدس، أوكي. غزة، شو بتعني لك غزة؟ تمام. غزة يا غزة يا رمز العزة، تحمي حماية الباري يا غزة، اسمك زارع كل لسان، وحكايتك صبر وإيمان، يلي صمتي هالعدوان، فضل رجالك هالشجعان، المولى رعاكي يا غزة، يا فخر بلادي يا غزة. الله. الزيتون، ماذا يعني لك الزيتون؟ الزيتون رمز السلام، رمز المقاومة والجهاد والثبات والنصر. الزعتر، الزعتر هو ذهب فلسطين الأخضر. يا عيني هذا أحلى كلام بنحكي عن الزعتر. طيب أنت أكثر أكلة بتحبيها إيش هي؟ المسخن طيب المقلوبة. بسألك، شو المسخن بالنسبة لك؟ المسخن هو أكلة فلسطينية، اللي هو طبق من خيرات فلسطين. اوكي. ماما بتعمل مسخن زاكي؟ طبعا. يعني اذا جيت على غزة بناكل مسخن؟
إن شاء الله يا رب بنقدر نجي عند بعض، إن ومن شاء طعميك الله. مسخن ومن طعميك مقلوبة. إن شاء الله. الأسرى، ماذا يعني لك الأسرى؟ الأسرى هم الذين لم يروا الشمس، أوكي، اللاجئ. شمس الحرية طبعا، اللاجئ. هو الذي هاجر من بلده وذهب إلى بلاد أخرى، تفرق. الكوفية، أنت لابسة كوفية اليوم، إيش تعني لك الكوفية هاي؟ هاي رمزي، هاي رمز فلسطين. طيب، بدي توجهي رسالة لأطفال العالم وللعرب وللعالم بشكل عام، لأطفال العالم، خلينا نبدأ برسالة أطفال العالم، إيش بتحبي؟ أنا بوجه رسالة لأطفال العالم أن يقفوا بجانبنا للدفاع عن قضيتنا الفلسطينية من خلال القراءة حول القضية الفلسطينية ومشاهدة الفيديوهات ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل جرائم الاحتلال الصهيوني الظالم لأكبر قدر ممكن من العالم، وإظهار سلمية الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية. اوكي، رسالتك للعالم، ايش بتحكي للعالم؟ أنا بوجه رسالتي للعالم، أنا في هذه الرسالة اللي بوجهها بناشد أصحاب المناصب العليا أن يقفوا مع القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، لأن القضية الفلسطينية ليست قضيتنا فقط بل قضية العالم أجمعين. طيب، لو أعطيتك الآن أنا أمنية وحكيت لك إنه حتتحقق، شو أمنيتك بتكون؟ إيش بدك؟ شو حلمك؟ أمنيتي في الحياة إنها تتحرر القدس، لا، إلك ونرجع للقدس. شخصياً، إلك شخصياً يا ملك، إلي إلك شخصيا أنت مثلاً تسافري على أمريكا، إني تسافري أقدر على أسافر، إني أقدر أسافر للحضارات القديمة، الحضارة المصرية. بتحبي تسافري انت، بتحبي السفر. أي نعم، بحب أسافر. اوكي، ان شاء الله رب العالمين تقدر تسافري وتطش العالم. بدنا إن ننهي شاء الله. اللقاء بقصيدة من اختيارك اللي بتحبيها. قصيدة من اختياري. أنا الشمس، أنا الصراخ، أنا الهمس، وشمس شروق مدينتي، أنا الأسير، أنا النور ينير عتمتي، أنا القمر أنس ليلتي، والبحر هدير موجتي، أنا الداء والدواء والهواء لحن حريتي، أنا الأرض والعرض والعلم، سأشطب ما كتب لك التاريخ فهو عدم، وطني موعدي وكوخ جدي في القرية بعد من هدم، لن أنسى بلدتي، أنا الألم والشهيد والقلم، لغتي الدم به أخذت مسيرتي، والرصاص يرسم شهامتي، أنا المنتقد والحجر شاهد كرامتي، أنا الذكرى والمسيرة الكبرى، أنا العودة والوحدة والصرخة، أنا الثورة والأرض مهد عزتي، أنا العائد من غربتي، أنا الشعب والشرعية والبندقية والقضية والهوية والحرية، الله الله، كملي كملي. أنا الصبر، أنا النصر، أنا وعد أمتي، أنا الشعب والشرعية والبندقية والقضية والحرية، التحرير غايتي، أنا الشمس، أنا القدس، أنا النهم، أنا الحس، أنا الأسرى، أنا المسرى، أنا فلسطين كينونتي، وكل فلسطين هي دولتي، أنا العهد والوعد والصراخ والهمس، أنا الشمس، الأحزان حلتي، أنا في الجراح ملذتي، هي في الجمال دمعتي، وفي العنين رفعتي، هي في السماء رايتي، أنا الصبر، أنا النصر، أنا وعد أمتي. الله الله الله، أبدعتي أبدعتي، يعني ما شاء الله عليك، صوت جميل، إلقاء رائع. بتمنى لك دائما التوفيق، بتمنى إن شاء الله رب العالمين لكل أطفال غزة الحرية والعدالة، نتمنى أن تعودوا وتصبحوا من أفضل ما تكونوا في العالم إن شاء الله رب العالمين. أمنياتك كثيرة وإن شاء الله كلها بتتحقق، تصبحي طبيبة قلب، تذهبي لزيارة مصر الغالية العزيزة لتري الحضارة المصرية والجمال في هذه الحضارة، وإن شاء الله
تستطيعي أن تزوري القدس يا رب، وتكون عينيك مليئة من المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إن شاء الله. إن شاء الله بتنبسطي غاد. ملك، آخر دقيقة بين يديك، رسالتك إلى من ساعدك ومن دعمك. وجه الشكر الجزيل لمن دعمني ولمن قام بتنمية موهبتي. الشكر الجزيل لمركز شمس الإبداع. الشكر الجزيل للأستاذ إبراهيم. الشكر الجزيل لوالدي. والشكر الجزيل للشاعرة رانيا. وشكرا. وفي ختام برنامجنا أوجه الشكر الجزيل للدكتور جمال على استضافته لي في قناة كرار، وأتمنى من كل قلبي أن يتجدد هذا اللقاء. إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي ملك، أنا كثير مبسوط إني كنت معك. أنا بشكر كل من دعمك واحد واحد، وخاصة أمك اللي بتعمل مسخن زاكي، لأنه شكلي حاجة على غزة. تفضل عنا خلص إن إن شاء شاء الله، الله. بتيجي على غزة رح نطعميك كل شيء، كل تسلمي الأكلات تسلمي. الشعبية الفلسطينية. سامعين يا جماعة، هاي خلص إن شاء الله أكل وزبطنا الموضوع. طبعا أنا بتمنى لك كل الخير والتوفيق يا ملك. شكرا لك مرة ثانية. ملك كانت معنا من قطاع غزة المحاصر. إن شاء الله رب العالمين نستطيع نستضيف ملك مرة أخرى، ونستضيف شعراء من قطاع غزة وفنانين وموهوبين من هذا البلد الرائع الجميل فلسطين. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وتصبحون على ألف خير.